مرحبا أصدقائي زملائي، الله يسعد أوقاتكم يا رب. هلا بدنا نحكي بس كلمتين عن موضوع المعدة. ليش لما بتاكل العشاء مساء المعدة بتجمع الأكل وبتضل متخومة لتنهار الصبح؟ للصبح تحس إنه المعدة مشت وما ضل فيها أكل تبع المساء. هذا بيتبع الساعة البيولوجية للمعدة. الساعة البيولوجية للمعدة إنه صباحا بكون شغال كتير، وقمة شغلة بكون عند الظهيرة، بكون إفراز الحمض والحركة كله طبيعي. ونحن نعرف إنه بواب المعدة اللي بيسمى بيلوروس أو الماجن فورتنر، هذا البواب ما بيفتح غير لما بتكون درجة حموضة المعدة بين 1 لـ1.5، يعني البيها بتكون بين 1 لـ1.5. تتفتح تتكون الأكل مهضوم. لذلك بحالة النوم والمعدة ما فيها حمض ما رح يفتح بواب المعدة، البيلوروس ما رح يفتح، واللي رح تضل درجة البيها 3 أو أكثر من 3، يعني ما في حموضة أو الحموضة قليلة، الأكل ما بينهضم، وبالتالي بوابة المعدة ما بتنفتح، وهيك الأكل بيضل مجمع في المعدة لتاني يوم الصبح طبعا، وحركة المعدة مو بس البيها. بالمقابل لما بتكون البيها مرتفعة، يعني البي اتش تبع المعدة، حمض المعدة بيكون موجود وقوي، يكون فؤاد المعدة هو اللي بيسمى كارديا أو الماجن أينجانج، هذا بيتسكر تماما لما بكون في حمض. أما لما بكون الحمض قليل، يعني البيها أو البي اتش تكون مرتفعة، هذا راح يخلي بوابة المعدة الفوقانية، هو الفؤاد بسمى الفؤاد أو بسمى الكارديا، راح يضل مفتوح، يضل مرتخي. مشان هيك بصير بيطلع محتويات المعدة لعند المريء، بصير الإحساس بالحرقة والألم والتجشؤ وهيك شغلات. لذلك الأكل عند المساء المعدة بتكون نايمة، نشاط الحركة بيكون ضعيف جدا، إفراز الحمض بيكون ضعيف، لأن هي أصلا الساعة البيولوجية تبعها بتكون نايمة، مشان هيك بتنتخم بالأكل، وبتظهر عندك أعراض التهاب المري والمشاكل التنفسية أحيانا وكتير مشاكل. الأكل لازم يكون بس بالنهار، آخر وجبة تكون بالظهيرة بين الظهر وال يعني بعد الساعة 3 أو 4 مساء مثلا وبس. الأكل المسائي غالبا ما بينهضم، وبيعمل مع الزمن مشاكل للمعدة، التهاب مزمن للمعدة. في اكتشاف في طريقة لنكتشف إنه المعدة هي سليمة فيها مشاكل لها، إنه تشرب تحط معلقة خل في كاسة مي، يكون خل تفاح يكون هو هذا أفضل، وبتشرب على الريق. بهيك حالي لما بضل كل شيء طبيعي، ما بتحس بأي ألم ولا بأي حرقة، هون المعدة سليمة تماما. لما بتحس صار في حرقة وألم كتير في المعدة، هون لازم تعرف إنه معدتك فيها مشاكل. إذا هاي الطريقة بتنعمل بدون ما نعمل تنظير، بدون ما نعمل كلفة التنظير ومشاكل التنظير، لأن تنظير المعدة مو سهل، إجراء بسموه بالعربي إجراء باضع، يعني إنفاسيف. يكون عافية إن شاء الله. أنا دكتور محمد حزوري، أتمنى تساهموا بقناتي بالاشتراك والإعجاب بالفيديو وتعليق إذا في كان عندك سؤال، تعليق أو إضافة أو استفسار. تحياتي لكم، بتمنى لكم الصحة جميعا وسلامات.